وما زال الحوار دائر، حوار وطني تسير مصر فيه بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، جمهورية تكون فيها مساحة للجميع، تضمن العيش الكريم لكل مواطنيها. قد عكست تجربة الحوار الوطني من خلال جلستيه السابقتين أهميته لرسم خريطة لأولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة. لذلك يعكس هذا الحوار حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن، ليس الاختلاف عليه. حوار من أجل خلق مساحات مشتركة للجميع، حالة نشطة من الحراك في المجتمع المصري. لم يتوقف التنوع الذي يشهده الحوار الوطني عند المشاركين فيه فقط، بل انعكس التنوع أيضاً على القضايا التي يتناولها الحوار. قد تضمن جميع الملفات على مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. أهلاً بحضراتكم في برنامج الحوار الوطني، ونقتحم فيه دوماً سوياً قضايا تؤسس للجمهورية الجديدة. أهلاً بكم.